أكيد طبعا قضية الترسانة العسكرية وقضية ميزانية الدولة ما تخصصه للترسانة العسكرية مرتبط حاليا بالعراق بالميليشيات والكيانات الموجودة والفصائل الموجودة على الساحة العراقية. وعلى هذا الأساس أتصور بأن هناك من يسرق من المال العام ومن يسرق من المخصص للترسانة العسكرية الوطنية، لأنه حاليا ليس لدينا ترسانة عسكرية وطنية عراقية تخصص لوزارة الدفاع أو لوزارة الداخلية. أنا أتصور تمليك أو امتلاك هذه الميليشيات وهذه الفصائل للأسلحة غير قانوني وغير دستوري، عليه يجب الدولة أن تتدخل، لأنه في الوضع الحالي هناك الكثير من المشاكل مثلا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحاد لقضايا الميزانية، مع العلم أن حكومة الإقليم قد ساهمت في الحرب ضد داعش وقامت بواجباتها العسكرية كأحد عناصر الوطنية للجيش العراقي البيشمركة، كان لهم دور ولحد الآن لم يصرف لهم رواتب. ربما أمس تم صرف هذه الرواتب. القصد بأنه الميزانية العسكرية العراقية يجب أن تتحكم بها وزارة الدفاع والوزارات المعنية الأخرى كالداخلية، ويجب أن لا توزع هذه الأموال العراقية كما قال الأستاذ بأنه تمنح من قبل إيران إلى فصائل مسلحة داخل العراق، والتي تؤثر على هيبة الدولة العراقية. نحن بحاجة إلى هيبة الدولة وقرارات من حكومة العراقية الاتحادية. نرجو أن تكون هذه الحكومة في مستوى الشارع كما هي الحكومات اللي راحت اليوم، وضع استثنائي في العراق وهناك توترات عسكرية، وهناك أيضا مطالبات جماهيرية وتوترات في الداخل العراقي راح يصير إذا استمرت الفصائل في هذا النهج باستهداف القواعد الأمريكية أو استهداف محافظات أخرى كأربيل أو أنبار أو غيرها.